السلام عليكم، معكم شريف بوشلاغم. واليوم راح نشوفوا في هاد لا فيديو كيفاش نديروا ان ابليكاسيون بي اش بي فروم سكراتش، سيتادير نبداو من ان دوسي فيد و نو نكريو ان ابليكاسيون بور ديفلوبي دي فونكسيوناليتي اللي رانا نحتاجوهم سكي دوموندي منا. انا درت بي اش بي اب ان دوسي هكذا، مي اول خطوه لازم نكريي دوسي دوسي تاع الابليكاسيون راح نديرها. نقولو اون فادير راح ندير وان بلوغ، نكري وان دوسي هكذا ولا نوفو دوسي في الاكسبلور ويندوز اكسبلورر حبيتو. انا ولفت بلا كونسول ام كادير، نقولو بلوغ، نكسيدي للبلوغ. اول خطوه نديروها سي نكريو الكومبوزر دوت جيزون تاعنا. الكومبوزر يعاوننا باش نديرو لوتو لودين ونستاليو لي ديبندنسيز. لازم يكون عندنا انستالي. فهو كيفاش نستالي الكومبوزر؟ مش ني راح نجوز نعدي على هاد الخطوات، تلقاو بزاف دي سيت ولا في لو سيت اوفيسيال تاع كومبوزر يكسبليكي كيفاش نستاليوه. ميرو اول كوموند هي كومبوزر انيت. هنا راح يقول لي واش راح تسمي الباكيج تاعك. فندر بوان نيم، نقول له شريف بلوغ. الاخرين نقول له وي 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 اونتري اونتري اونتري، ما يهمنيش فيهم. ابري هذا نفتحوه في الفيزوال ستوديو كود، لكن نشوفو كريا هذيك لا كوموند كريات لي هاد لو دوسي. اول حاجه راح نديروها سيك لازم نسبيسيفيو لو طول لودين. كيف مش راح نشرح واش هو لو طول لودين، سي يعني مش راح ندخل فيه في لي ديتاي. سي كيفاش اوتوماتيكمون الانتربريت بي اش بي يعرف لي كلاس تاعنا وين راهم ولا لي فيشي تاع الكود تاعنا وين راهم. وهذه في الكومبوزر لا كلي اسمها اوتو لود. بيان سور عندي ان بلوجين هنا في الفيزيوال كود ستوديو اللي يعاونني باش نعرف لي مو كلي. كاين لو ستاندار بي اس ار 4. بي اس ار 4 نعطيه لو نيم سبيس تاعي بلوج، لازم لي دو انتي سلاش هكذا. ابري واش من دوسي في اس ار سي، ولازم على فان ندير له لو سلاش، سيتادير لو نيم سبيس بلوغ راك راح تلقاه في لو دوسي اس ار سي. وهنا نكريه لو دوسي اس ار سي، ولا عندي هنا اس ار سي. كيفاش نعرف باللي هذا مشى ولا لا؟ نكري ان اوتر دوسي نسميه بابليك ولا ويب، ولا سي لو دوسي بوبليك اللي راح نكسيديو له من الويب. هنا نكري اندكس بوينت بي اش بي، هنا نقول له ريكواير، نجيبو لوطو لودين تاعنا من الدوسي فيندور. مي افون سا ما عنديش الفيندور. كيفاش نجيب الفيندور؟ اي نوتر كوموند انتيريسونت جوست ابري ما نديرو البي اس ار ولا دوسي لوطو لودين تاعنا ولا نسبيسيفي لوطو لودين، نروح نقولو له كومبوزر دامب اوتو لود. هنا يكرينا لوتو لودين، ولا عندي الفندور وفيه جوست كومبوزر وعندي الاوتو لود تاعي. في الاندكس نروح نقول له ريكواير فندور اوتو لود بوينت بي اش بي. هنا الاوتو لود تاعي راهو ولا يمشي فونكسيونيل. كيفاش نعرف باللي راهو فونكسيونيل؟ يعني جا هادي باش نعرف ايكو نقول له هلو وورد، نيتيليزي لوكال هوست سيرفر ستاتيك تاع بي اش بي، نقول له دير لي لو سيرفر لوكال هوست و لو دوسي اللي تلقى فيه لي فيشي هو البابليك. قال لي هاد لادريس راه يوتيليزي، ما على باليش بين راه يوتيليزي. على كل حال قول له ويميل ان، قال لي كيف يوتيليزي؟ عندي لي بار كامل راهم يتوليزي. نقول له 80 80 على بالي به راهو هنايا. ندير له فيلد نود سيرفر بروفايد بي اش بي، لوكال هوست هي الغلطه، لوكال هوست هي الغلطه، استدير ويميل راهي تمشي فيها. نروح للكرام لوكال هوست
يمين راهي مشات هلو وورد. ماتنو كيفاش نعرف باللي لوتو لودين تاعي يمشي؟ نروح نكري ان كلاس في الاس ار سي نسميها بار اكزومبل بوست بي اتش بي كلاس بوست. ندير نيم سبيس كم قلت له الاس ار سي نديرها جوست بلوك نيم سبيس. علاش درها هكذا اكسبكتد؟ علاش يدير فيها هكذا؟ خلاص راهي تمشي. متنا نقولو بار اكزومبل بابليك تايتل نديرها برايفت بالتايتل بابليك نديرو لها الساتر والجاتر رابيدمون. فوالا نجي لهنا نقولو بوست يقال نيو بوست نورمالمون يعرفها يجابها بالنيوز. نقدر نقول البي اتش بي في النيم سبيس بلوج راح نيتيليزي لا كلاس بوست نانستونسي لا كلاس نقول له بوست سيت تايتل نعطيها ان تيتر بي اتش بي فروم بي اتش بي اب فروم سكراتش. انا نقول له ايكو بوست get title. شوف لكن يعطيني لو تيتر. فوالا جاب لي لو تيتر سيتادير لوتو لودين تاعي راهو يمشي. نزيد نروحو شويه نعقدوها نديرو موديل فور اكزامبل هنا جليسيت هنا سيتادير اس ار سي موديل نبدلو نيم سبيس ولا الانتيريور دو موديل باش نتبعو البي اس ار كات. نروح نزيد نبدل بوست دروك نشوفو باللي بدلها باللي جابها من عطاها ام بريفيكس الفيزيو كود ستوديو ومالغري سا بدلت لو نيم سبيس مازال يمشي كوميلي. هذا كيفاش نبداو ان ابليكاسيون بي اتش بي فروم سكراتش. واش درنا الخطوه الاولى سي كرينا بالكومبوزر انيت كرينا الفيشي كومبوزر درنا الاوتو لودين سبيسيفينا الاوتو اوتو لودين بالبي اس ار كات درنا كومبوزر دامب اوتو لود باش كرينا الاوتو لودين ويتيليزينا في الاندكس تاعنا يتيليزينا لي نيم سبيس اللي كرينا لي كلاس تاعنا بهم باش نخدمو بيهم في الفيشي اندكس. هذا جوست مدخل ابري المره الجايه نشوفو كيفاش نيتيليزيوها في ابليكاسيون حقيقيه. من المره الجايه نقولكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.